وللحديث حول الموضوع معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. بداية، هجوم بهذا الحجم على هذه الدرجة من السرية ألا يعد اختراقا كبيرا للأمن في إيران، لا سيما وأن المنشأة شديدة التحصين وتعتبر من المواقع شديدة الحساسية في إيران؟ يجب في البداية ننتبه إلى أن منشأة نطنز هي ليست المنشأة الرئيسية في البرنامج النووي الإيراني فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وفق الوثائق التي نشرها بنيامين نتنياهو نفسه أكثر من 2000 وثيقة، كذلك وثائق الموساد الإسرائيلي التي عرضت المواقع النووية السرية الإيرانية التي تستخدم لقرض تخصيب اليورانيوم وفيها أجهزة الطرد المركزي، منها مواقع تحت مدينة طهران في أنفاق تحت المدينة، وكذلك مواقع أخرى في محافظة سمنان. طيب، هذا بشأن المواقع، يعني أستاذ محمد، كيف سينعكس هذا الهجوم على البرنامج النووي الإيراني بشكل عام؟ بشكل عام سيساعد إدارة بايدن على التواصل إلى اتفاق مع إيران، وكذلك سيساعد إيران على القول بأن إسرائيل استهدفت الجزء الأهم من برنامجها النووي، فلا حاجة بعد للتخصيب ولا حاجة بعد للمزيد من التفتيش في إيران، ستستخدم بهذا الجانب. وكذلك إسرائيل أيضا ستقول أننا استطعنا أن نضرب الجزء الأساس لبرنامج النووي الإيراني، فلا مشكلة في التوافق مع إيران، فهي جزء منها، جزء كبير من هذه يعني العملية، هل سيجد هذا اللعبة الهجوم الإعلامية. يعني هل سيجد هذا الهجوم صدى في فيينا، حيث مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بين طهران والمجتمع الدولي تساعد على الوصول إلى توافق بين الجانبين، أي بين إيران والولايات المتحدة والجانب الأوروبي، الجانب الغربي بشكل عام. سيساعد الطرفين على إعطاء تناقضات ظاهرية حتى يوقعوا ويلغوا العقوبات على إيران، هو هذا الهدف. وأمس وزير الدفاع الإسرائيلي قالها قولا واحدا بأن إسرائيل لا تمانع أي توافق مع إيران إن تم ملاحظة مصالحها وملاحظاتها في هذا الاتفاق، والمتوقع أن يتم بالأخذ بالاعتبار المصالح الإسرائيلية في أي توافق مع إيران، وشيء طبيعي لأن الولايات المتحدة هي الراعي الأول لإسرائيل، وإن أرادت أن تتفق مع إيران فهناك ملاحظة للمصالح الإسرائيلية. فما يدار في الإعلام هو ليس كما حصل في الواقع، هناك هجوم حصل على منشأة نطنز غير المهمة، كما قال بنيامين نتنياهو، قال أن منشآت مهمة أخرى توجد في إيران أهمية من نطنز، وطالب بتفتيشها العام الماضي خلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك. الآن إسرائيل تقول نفسها ونفس بنيامين نتنياهو يقول بأنهم استهدفوا منشأة نطنز غير المهمة. يعني إذا أخذنا التصريحات الإسرائيلية نفسها نرى أنه في شيء مختلف. نعم، وصلت. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.